السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع وحدتنا الثانية في كتاب جيم الدرس الأولاني والثاني. تعالوا يلا نشوف صفحة 48، بيأكد لي طبعا على حفظ الكلمات. عندنا كلمة repair بمعنى يصلح، عندنا كلمة computer engineer يعني مهندس كمبيوتر، shop worker يعني عامل في محل، عندنا كلمة nurse معنى ممرضة. Number one بيقول لي my aunt works as a she looks after sick people، طالما قال لي بتعتني بالمرضى يبقى اكيد دي nurse حبايبي بمعنى ممرضة، تاني nurse بمعنى ممرضة. تعالوا نشوف حبايبي. Number two بيقول لي I asked the mechanic to aim my car because it broke down، واللي طلبت من الميكانيكي ان هو يعمل ايه في العربية عشان هي تعطلت، اكيد طبعا repair، وrepair حبايبي بمعنى يصلح. تعال نشوف number three بيقول I always help my brother repair his computer so I'd like to be AE، بقول انا دايما بساعد اخويا في تصليح الكمبيوتر عشان كده انا عايز اكون ايه، اكيد طبعا طالما بحب تصليح الكمبيوترات فانا عايز اكون computer engineer. Computer engineer حبايبي بمعنى مهندس كمبيوتر، تاني computer engineer بمعنى مهندس كمبيوتر. تعالوا حبايبي نشوف صفحة 49، عندنا كلمة on على modern حديث او عصري، coat الماضي بتاع catch طبعا، وspeak بمعنى يتكلم، وfor. Number one بيقول لي when I went snorkeling with my family، لما روحت اغطس مع اسرتي، I stayed in the boat because I was frightened، طبعا قعدت على القارب لاني كنت خايف، يبقى اكيد هقول on. تعال نشوف number 2 بيقول yesterday we ate fish at the lake and it was so much fun، بقول امبارح احنا ايه سمك في البحيرة وده كان ممتع جدا، يبقى امبارح في زمن الماضي يبقى اكيد هجيب كوت، وكوت هنا بمعنى اصطاد. اللي بعدها بيقول سوزان likes to wear traditional clothes the opposite of traditional is، طبعا بيقول ان سوزان بتحب تلبس ملابس تقليدية عكس تقليدي، تقليدي ده يعني قديم، فبالتالي هقول مودرن، ومودرن معناها حديث او عصري. تعال نشوف اللي بعدها بيقول لي I am bilingual يعني انا ثنائي اللغة، يعني بكلم لغتين اتنين، يبقى I can eat two languages، اكيد طبعا I can speak يبقى انا اقدر اتكلم لغتين اتنين طالما قال لي bilingual. تعال نشوف حبايبي يلا اهم اللانجوج نوتس اللي هو مديها لي، طبعا بيقول لي ان look forward to معناها تطلع الى، و to هنا ما بيجيش وراها مصدر، to هنا بيجي وراها verb ing او noun، تاني يبقى look forward to اللي معناها تطلع الى بيجي وراها فعل في ing او اسم ما يجيش وراها مصدر، فبقول له I look forward to going home and having a rest. اللي بعدها بقول لي she looks forward to her birthday party، يبقى لاحظ look forward to هنا جي وراها verb plus ing و look forward to هنا جي وراها noun اسم. طب تعال نشوف number 2 بقول لي adjectives ending with ing or ed، طبعا خدنا الكلام ده كتير قبل كده حبايبي، وقلنا ان صفة ed بتوصف دايما الشخص او الشيء اللي بيستقبل الصفة، اما صفة ing بتوصف الشخص او الشيء اللي بيسبب الصفة، يبقى اللي بيسبب الصفة بوصفه بـ ing واللي بيستقبل الصفة بوصفه بصفة ed. فلما اقول the lion is frightening يبقى اذا الاسد هنا هو اللي سبب الخوف، طب لما اقول the goats are frightened يبقى اذا الميز هنا هي اللي خايفة، يعني هي اللي بتشعر بالخوف، هي اللي بتستقبل صفة الخوف. قال لي طبعا ان عندنا كلمة prefer ومعها كمان حبيبي كلمة love ومعها كمان كلمة like، التلاتة دول حبيبي لو جه قبلهم mood على طول لازم اجيب وراهم to plus infinitive يعني to زائد المصدر، فهنا قال لي I'd prefer لازم اقول to study، ما ينفعش اقول study. Number one بيقول لي the film was so easy that I fell asleep before it finished، بيقول لي ان الفيلم كان، طبعا عارفين ان so صفة that معناها جدا لدرجة ان، فهو بيقول لي كان ايه جدا لدرجة ان انا نمت وهو شغال قبل ما ينتهي، فطبعا اكيد كان ممل يبقى boring، لانه حبيبي لو exciting اكيد طبعا مش هقدر انام لما يخلص. تعال نشوف number 2 بيقول لي I would prefer، طبعا طالما قال لي would قبل prefer يبقى لازم اجيب وراها 2 زائد المصدر، يبقى هقول I would prefer to have ice cream for dessert instead of a cake. number 3 بيقول لي I'm looking forward يعادل at the weekend، طبعا هنا حبايبي look forward to be gonna to والverb plus ing يبقى لازم اقول to meeting، يعني يبقى انا اتطلع الى رؤيه عادل في عطله نهايه الاسبوع. تعالوا يلا حبايبي نشوف page 54 بيقول لي my mother is good at a she always makes her clothes by herself، لما يقول لي هي جيده في ايه فبتعمل ملابسها بنفسها يبقى اكيد هي كويسة في الخياطة، والخياطة اسمها sewing. تعال نشوف number 2 بيقول لي the little girl يعني البنت الصغيرة a goodbye to her mother as she left the house،
اه لما سابت البيت اكيد قالت مع السلامه لمامتها. طيب لو ما فيش قالت يعني سيد جود باي، يبقى اكيد ويفد جود باي. ويفد يعني شاور كده بايديها مع السلامه. تعال نشوف نمبر 3. بيقول ار بيبل هو ترافل تو نيو بليسز تو هاف فان، ناس بتسافر لاماكن جديده عشان يستمتعوا. دول طبعا تورست، وتورست حبايبي بمعنى سياح. تعال نشوف نمبر 4. بيقول داد از جوينج تو اي ذا كار in front of the house، بيقول ان بابا هيعمل ايه في العربيه قدام البيت. اكيد طبعا هيركن، يعني يركن بارك، هيركن العربيه قدام البيت. نمبر 5 بيقول وي هاد اي داي ات ذا بيتش ات واز ريلي فان، بيقول احنا استمتعنا بيوم ايه على الشاطئ، ده كان ممتع جدا. يبقى اكيد لازم صفه كويسه، يبقى اكيد هقول فانتاستيك يعني رائع. تعال نشوف نمبر 6. بيقول ام سو اكسايتد، يعني انا متحمس جدا. اي جوينج تو the zoo tomorrow and seeing all the different animals. طبعا عارفين ان excited متحمس بتاخد حرف الجر about. number 7 بيقول it's a day let's go out and play in the park. اه بيقول ده يوم ايه، يلا نخرج ونلعب في الحديقه. طالما هنخرج ونلعب يبقى اكيد هاخد lovely day. lovely day يعني يوم جميل. تعال نشوف number 8. بيقول it's the doctor job to treat me. treat معناها يعالج، ومعناها كمان يعامل. هنا طبعا مع الدكتور هقول يعالج، طبعا الطبيب هيعالج مين؟ اكيد patients، و patients حبايبي اللي هم المرضى. تعال نشوف نمبر 9. بيقول لي eating a snack helps me feel a when I'm hungry. بيقول لي اكل طبعا الوجبات الخفيفه بيساعدني ان انا اشعر بايه لما اكون جعان، اكيد عكس جعان فل، وفل حبايبي بمعنى شبعان. تعال نشوف نمبر 10. بيقول لي I'm sure that my friend will eat me a surprise next week for my birthday. بيقول انا متاكد ان صديقي هيعمل له مفاجاه الاسبوع اللي جاي في عيد ميلادي. طب يعني ايه بقى يعمل له مفاجاه؟ اسمها give me a surprise. تاني give me a surprise. تعال نشوف نمبر 11. بيقول لي we have a problem ايه the television it won't start. طبعا بروبلم حبايبي بتاخد حرف الجر with، يعني عندنا مشكله فيه او عطل فيه. تعالوا يلا حبايبي نشوف نمبر 12. بيقول لي press the enter key on the A to start a new لاين. طبعا هضغط على مفتاح انتر في اكيد في الكيبورد، الكيبورد حبايبي اللي هي لوحه المفاتيح. تعال نشوف نمبر 13. بيقول لي ذا اي ان ذيس ريستورانت ميكس ديليشس فود فور ايفري ون تو انجوي. بيقول طبعا ان الايه في المطعم ده بيعملوا طعام لذيذ لكل الناس بتستمتع بيه. طبعا هنا اكيد هقول ذا كوك، وكوك حبايبي هنا بمعنى طبخ، لان الوتر ما بيصنعش طعام، الوتر بيقدم الطعام. طب تعال نشوف نمبر 14. بيقول لي yesterday we ate on a big boat and saw dolphins jumping in the waves. بيقول امبارح احنا عملنا ايه في قارب كبير وشفنا الدلافين وهي بتقفز في الامواج. اكيد طبعا كلمه سيل، وسيل معناها يبحر، وسيل دي هنا حبايبي بمعنى ابحر. تعال نشوف نمبر 15. بيقول لي the story is so exciting. بيقول ان القصه دي مثيره جدا. I can't wait to hear what happens next. طبعا عايز اقول ان القصه دي تبدو مثيره. طب فين تبدو؟ قال لي seems so exciting. تعالى حبايبي نشوف page 55. بيقول لي اي prepares food for people to eat in the street. واللي مين اللي بيجهز الطعام عشان الناس تاكله في الشارع؟ طبعا ده اكيد الستريت فود اللي هو البائع المتجول. طب تعالى نشوف نمبر 2. بيقول لي police officers should assure that people are safe. طبعا يتاكد اسمها make sure، فبقول لرجال البوليس يجب ان يتاكدوا ان كل الناس امن. نمبر 3 بيقول she is learning a she wants to improve her handwriting. بيقول لي هي بتتعلم ايه فعايزه تحسن خطها؟ اكيد طبعا calligraphy، والcalligraphy طبعا يعني الخط. تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي deaf people can a by using sign language. بيقول لي ان الناس الصم اللي هم ما بيسمعوش حبايبي بيقدروا ايه باستخدام لغه الاشاره. طبعا قلنا حبايبي هنا communicate، احنا communicate by بيجيب له وراها verb plus ing. تعال نشوف نمبر 5. بيقول I am a forward to meeting my uncle. طبعا انا اتطلع الى اسمها looking forward to، يبقى انا اتطلع الى مقابله عمي. نمبر 6 بيقول I usually a my baby sister when my parents are away. طبعا بقول انا دايما ايه باختي الصغيره لما بابا وماما بيكونوا بره. اكيد طبعا بعتني بيه. طب فين يعتني بيه؟ هتقول لي look after. look after معناها يعتني. تعال نشوف نمبر 7. بيقول لي رامي از اي سو هي كانت هير يو، مش قادر يسمعك، يبقى اكيد هو ديف، وديف حبايبي بمعنى اصم. تعال نشوف نمبر 8. بيقول لي از ا بيج روم وذ ميني بيدز وير بيبول ستاي ان هوسبيتالز. بيقول لي حجره كبيره وفيها سراير كتيره والناس بتقعد فيها في المستشفيات. ده طبعا بسميه وورد.
وورد حبايبي بمعنى عنبر في مستشفى. بقى نشوف نمبر 9 بيقول لي وي نيد ا كمبيوتر انجينير تو اي اور كمبيوتر. طبعا محتاجين مهندس كمبيوتر عشان يعمل ايه في الكمبيوتر؟ يصلحه. طب يصلح يعني ايه؟ ريبير. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي ستريت فود سيلرز بوت ذير فود in the best places in the city. بيقول لي ان الباعة المتجولين بيحطوا كشك الطعام بتاعهم في افضل اماكن في المدينة. طب يعني ايه كشك الطعام؟ اسمه food stall. تاني food stall. هنشوف نمبر 11 بيقول لي my little brother is very a he always wants to stay at home and watch TV. يعني بيقول لي ان اخويا الصغير ده ايه جدا لانه دايما بيحب يقعد في البيت ويشاهد التلفزيون. يبقى اكيد هو lazy. وليزي بمعنى كسول. تعال نشوف نمبر 12 بيقول لي my cousin draws very well he wants to be a. طبعا بيرسم كويس يبقى اكيد عايز يكون artist. وartist معنى فنان. تعال نشوف نمبر 13 بيقول لي a worker is the person who answers the phone calls. واحد بيرد على التليفونات حبايبي فاكيد ده هسميه call center worker. تاني call center worker. تعال نشوف نمبر 14 بيقول لي calligraphy needs a great a. بيقول لي ان فن الخط ده محتاج ايه عظيمه؟ طبعا هتقول لي مهاره عظيمه يبقى اكيد سكيل. لكن سكيل دي بمعنى جمجمه حبايبي. نمبر 15 بيقول لي our next door a is very kind. بيقول لي جارنا اللي عايش جنبنا طيب جدا فهقول our next door neighbor. ونيبر حبايبي بمعنى جار. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لما كنت اشتركت في القناه اشترك بسرعه ولما كنت فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. واستنونا في الحلقه الجايه مع شرح الدرس الاولاني والثاني في الوحده الثانيه واللي هيكون عن البريزنت كونتينوس زمن المضارع المستمر. يلا اللايك بتاعك الجميل شير لكل زمانك عشان الكل يستفيد. جود باي. السلام عليكم.